وحول كل هذه التطورات معنا من تونس مراسلنا سيف الدين العامري. سيف، بالأمس كان هناك تطورات كثيرة، هناك لغط صوت مرتفع جدا داخل البرلمان وخارجها أيضا، كيف تبدو الأمور سياسيا؟ إلى أي مدى وصلنا في مرحلة الاحتقان خصوصا؟ نعم ماجد، في الحقيقة بعد حوالي 45 دقيقة سيفتح هذا الباب الذي خلفي، باب قاعة الاجتماعات العامة، لإقامة نقطة توضيحية قبل الدخول في مشروع الموازنة. رئيس الجلسة طارق الفتيتي سيناقش مع النواب مسألة العنف الذي حدث أمس والذي راح ضحيته أحد النواب بجرح غائر على مستوى الجبهة في الرأس بعد اعتداء من قبل أحد نواب ائتلاف الكرامة. في الحقيقة ماجد، الموضوع معقد جدا، وقد وصلت تونس وخاصة بسبب الخلافات في البرلمان إلى نقطة خطيرة جدا، وهي تأثير هذه الخلافات السياسية على مشروع الموازنة. طبعا هناك سقف دستوري يحددها الدستور لإقرار مشروع الموازنة لسنة 2020، وهو 10 ديسمبر الحالي، إلا أن النواب إلى حد هذه اللحظة لم يصلوا إلى الانتهاء من نقاش قانون الموازنة. انتهت الجلسة أمس بالتصويت على بعض القوانين، حوالي 42 فصلا فيما يتعلق بموازنة المهام، بمعنى موازنة الوزارات والدواوين والهيئات الدستورية، لكن مصاريف ومداخيل الدولة لم تناقش بعد، الأمر الذي ينذر بخطر طبعا داهم على تونس، لأن البرلمان بصيغته الحالية فشل، أو إلى حد هذه اللحظة لنقل هو قد توقف عند العنف أمس ولم يستكمل نقاش الموازنة العامة، مصاريف ومداخيل الدولة، وهذا أمر مهم خاصة في أزمة اقتصادية واجتماعية تونسية خانقة. الأمر الذي ينذر بتدخل رئيس الدولة حسب الفصل 66 من الدستور التونسي، والذي يجيز لرئيس الدولة تمرير قانون الميزانية بالقوة وطبعا لمدة 3 أشهر. الإطار العام الذي تدور فيها الأحداث في تونس هو التشنج في الحقيقة، ولكن هناك إيقاع متسارع الآن، يجب أن يصل البرلمان إلى قانون موازنة، وإلا فإن رئيس الجمهورية قد يتدخل حسب الفصل 66. نعم ماجد. نعم، إذا كان معي من تونس مراسلنا سيف الدين العامري.